بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. ما زالت بالتأكيد أصداء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وفوز الأهلي بخماسية على مدار هذا الأسبوع، هي بالتأكيد اللي بتشغل بال كل الرأي العام وتحديدا من خلال السوشيال ميديا. يمكن أبرز الترندات خلال الأسبوع الحالي كلها بتتكلم على مباراة القمة، فوز الأهلي، الخماسية اللي حدثت في مباراة يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة الدولي. خلاص ساعات قليلة ونبدأ بقى ننشغل بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ومباراة منتخبنا الوطني المهمة جدا يوم الجمعة القادمة أمام المنتخب الأنغولي في لواندا في الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية. كل التوفيق لمنتخبنا، وبالتأكيد هنيئا لجماهير الأهلي خلال هذا الأسبوع بالأفراح والانتصارات في لقاء الديربي والكلاسيكو بعد الفوز بخماسية على الزمالك. وشهر نوفمبر دايما كده شهر الخير للنادي الاهلي، لان كمان النهارده ذكرى فوز الاهلي على اورلاندو بايرتس في دوري ابطال افريقيا والنهائي الشهير اللي اتلعب على استاد المقاولين العرب، والفوز كان وقتها بالبطوله الثامنه من دوري ابطال افريقيا. حلقه النهارده فيها كواليس، فيها تفاصيل